قدم ظهر اليوم رئيس لجنة الحج والعمرة صالح برما علي بيانا صحفيا حول نتائج الحج والعمرة لهذا العام. نتابع ما جاء في هذا البيان. وبفضل من الله سبحانه وتعالى وبتوجيهات من رئيس الجمهورية قائد الدولة استطعنا أن نقوم بالواجب أن احنا في هذه السنة مشينا من انجمينا ودينا حجاج عددهم 4700 إلى مناسك الحج، وبعون الله تعالى كلهم حجوا. لكن في الفترة الأنينا قاعدين هناك ده فقدنا ناس، 7 ناس ماتوا، منهم 4 نسوان و3 رجال. مع الأسف الشديد ضيعنا نادم واحد ودر مننا ما لقينا. وحتى اللحظة الحاسة أنا قاعد نكلم لكم فوق هذه ماشيين في سجن يبعد من المدينة المنورة 45 كيلومتر ماشيين يفتشوا في نادمنا الواحد ده الناس اللي قاعدين هناك. أن احنا نتمنى من الله العلي القدير إنه كل الحجاج وصلوا سالمين لأسرهم، ونطلب منهم خليه يسامحونا في التقصير الأنينا بدر مننا وما من إرادتنا، نطلب منهم خليه يسامحونا. وبهذا أعلن نهاية موسم حج 2017